اهلا بكم اصدقائي بحلقه جديده من اول رينج. بهالحلقه عندنا قتال ويا الزعيم ديمي هيومن كوين ماجي. نخلي هاي التعويذه تزيد الدفاع مالتنا ضد السحر. وهاي الشخصيه من تحكون اياها تعطيكم سبيل كلش قويه. تمام، هسه ندخل للزعيم. طبعا اول ما تجون للزعيم اتواجهوا راسا، تعالوا لجريس رستو، دخلوا لمنا انا اسهل لكم. اول شيء طبون تقتلون هذولا، استخدموا سبرات طبعا حتى تخلصون من هذولا. باو لحد الان زعيم ما انتبه لكم. دي هاي الكوين ملكة، دمجها شوية. باو استخدموا عليها سحر فقدر الممكن، زيدوا الدفاع معكم ضد السحر. هاي قدرنا نقتل ذولا، باو نخلص من هذولا، بس من هذولا حتى لا يدوخوكم. طوينا عليهم خلاص، بس تبقى بس الكوين ملكة. استخدم عليها سكارلت روت. احنا مستخدمين طبعا الخاصية مع البويزن بالسلاح مالتنا، نقدر نسممها ونقدر نسممها سكارلت روت، ماكو مشكلة. حتى بسرعة ناخذ من دمها. هاي حتى فوق شي الكوين ماجي حتموت. وهاي طوينا عليها انمي فيلد. طبعا سراح تعطيكم ميموري سلوت. تمام اصدقائي، هنا وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى ان تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمي باللايكات.